أهلا بكم في قناة العالمي على اليوتيوب. المشروعات الصحية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من سنة 2014 ميلاديا حتى سنة 2024 ميلاديا. أولا، المشروعات الصحية التي تم تنفيذها سنة 2014 ميلاديا. 1- تطوير مستشفى الخرج العام بمحافظة الوادي الجديد. تم تطوير مستشفى الخرج العام بمحافظة الوادي الجديد في يونيو عام 2014 ميلاديا، وذلك بتكلفة 65 مليون جنيه. 2- تطوير مستشفى سموحة الجامعي بمحافظة الإسكندرية. تم تطوير مستشفى سموحة الجامعي بمحافظة الإسكندرية في يونيو عام 2014 ميلاديا، وذلك بتكلفة 2.6 مليار جنيه. 3- إنشاء مبنى الأورام مستشفى دار السلام العام بمحافظة القاهرة. تم إنشاء مبنى الأورام بمحافظة القاهرة في يونيو عام 2014 ميلاديا بتكلفة 235 مليون جنيه. 4- تطوير صيدليات المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في اكتوبر عام 2014 ميلاديا الصيدلية الداخلية وصيدلية الطوارئ بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة. 5- المرحلة السادسة من تطوير مبنى قيادة المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة محافظة القاهرة. افتتحت المرحلة الثالثة من تطوير مبنى قيادة المجمع الطبي للقوات المسلحة في اكتوبر عام 2014 ميلاديا، وقد انشأ على احدث النظم المعمارية على مساحة 400 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق. 6- انشاء المركز المرئي رقم 3 بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة بمحافظة القاهرة. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المركز المرئي رقم 3 بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة في اكتوبر عام 2014 ميلاديا، وهو متصل بجميع وحدات المجمع ومزود بشاشة وكاميرات ومخصص لزيارة مرضى الرعاية المركزة داخل المجمع. 7- تطوير مبنى العيادات الخارجية والعناية المركزة بمستشفى العريش بمحافظة شمال سيناء. تم تطوير مبنى العيادات الخارجية والعناية المركزة بمستشفى العريش شمال سيناء في نوفمبر عام 2014 ميلاديا، وذلك بتكلفة 43 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة السريرية للمستشفى 135 سرير. 8- تطوير 118 وحدة إسعاف بمحافظات الجمهورية. تم تطوير 118 وحدة إسعاف بمحافظات الجمهورية في ديسمبر عام 2014 ميلاديا، وذلك بتكلفة 44 مليون جنيه. 9- إنشاء بنك الخلايا الجذعية بمجمع الجلاء الطبي بالقاهرة. أنشأ في ديسمبر عام 2014 ميلاديا، ويعد الأول من نوعه بالقوات المسلحة، الذي يعمل بأحدث الأنظمة العالمية لحفظ عينات الخلايا الجذعية وفقا لتحكم إلكتروني كامل، يتيح حفظ وتخزين أكثر من 3300 عينة لمدة 20 عاما، وبنسبة نجاح تصل إلى 97%. 10- إنشاء مستشفى الأورام بمجمع الجلاء الطبي بالقاهرة. أنشأت في ديسمبر عام 2014 ميلاديا، وتضم المستشفى 2 غرفة جراحة مرحق بها منظار جراحي، و6 أسرة رعاية مركزة، و40 سرير إقامة بالقسم الداخلي. 11- إنشاء مستشفى الأطفال بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالقاهرة. أنشأت في ديسمبر عام 2014 ميلاديا، وتضم مستشفى الأطفال 9 عيادات خارجية تخدم 36 تخصص أطفال، وتضم أحدث وحدة كلى خاصة بالأطفال بطاقة 12 جهاز غسيل، كما تضم معمل للتحاليل لخدمة مستشفى الأطفال والطوارئ، وقسما داخليا بطاقة 134 سرير. 12- إنشاء مستشفى الأنف والأذن والحنجرة
والسمعيات والتخاطب بمجمع الجلاء الطبي بالقاهرة. انشأت في ديسمبر عام 2014 ميلاديا، والمستشفى مجهزة بعيادات كشف متطورة ومجهزة بالمناظير الضوئية الصلبة والمرنة وميكروسكوبات حديثة تساعد في التوصل لتشخيص دقيق وسريع، ومجهزة أيضا بثلاث غرف عمليات. 13 إنشاء مستشفى الطوارئ بمجمع الجلاء الطبي بالقاهرة، انشأت في ديسمبر عام 2014 ميلاديا، وتحتوي المستشفى على 150 سرير، منهم 36 سرير رعاية، ويوجد بها 9 غرف عمليات مركزة، كما تحتوي على 18 وحدة رعاية حروق بسعة 16 سرير. 14 تطوير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. تم تطوير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة في ديسمبر عام 2014 ميلاديا. 15 إنشاء مركز الرعاية المركزة بمجمع الجلاء الطبي في القاهرة، انشأت في ديسمبر عام 2014 ميلاديا. ثانيا، المشروعات الصحية التي تم تنفيذها سنة 2015 ميلاديا. 1 تطوير شامل بمستشفى زفت العام بمحافظة الغربية، تم تطويرها في يناير عام 2015 ميلاديا، وذلك بتكلفة 65 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة السريرية للمستشفى 177 سرير. 2 تطوير مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة بمحافظة الجيزة، تم تطويرها في فبراير عام 2015 ميلاديا، وذلك بتكلفة 66.5 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة السريرية للمستشفى 120 سرير. 3 إنشاء مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بمحافظة بني سويف، انشأت في يونيو عام 2015 ميلاديا على مساحة 820 متر مربع، ويضم غرفة جهاز المماثل الإشعاعي وغرفة جهاز المعجل الخطي، غرفة للعلاج الكيماوي، وسبع دورات مياه. 4 إنشاء مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بمحافظة السويس، تم افتتاح مركز لعلاج الأورام بمحافظة السويس لخدمة العسكريين والمدنيين على السواء في يونيو عام 2015 ميلاديا على مساحة 820 متر مربع، ويضم غرفة جهاز المماثل الإشعاعي وغرفة جهاز المعجل الخطي وغرفة للعلاج الكيماوي وسبع دورات مياه. 5 إنشاء مستشفى بلطيم المركزي بكفر الشيخ، انشأت في يوليو عام 2015 ميلاديا، وذلك بتكلفة 181 مليون و443 ألف جنيه، وتضم 151 سرير. 6 تطوير مستشفى سانت كاترين المركزي بمحافظة جنوب سيناء، تم تطويرها في ديسمبر عام 2015 ميلاديا، وذلك بتكلفة 37 مليون و465 ألف جنيه. 3 المشروعات الصحية التي تم تنفيذها سنة 2016 ميلاديا. 1 إنشاء مستشفى قفر الشيخ الجامعي، انشأت في يناير عام 2016 ميلاديا، وذلك بتكلفة 307 مليون جنيه، ويشمل 43 سريرا و13 غرفة عمليات بنظام الكبسولات التي تمنع العدوى وهي الأحدث في العالم، و64 غرفة عناية مركزة منفصلة بنظام العزل الكامل. 2 إنشاء مستشفى قيروب المركزي بمحافظة الكارلوبية، انشأت في يناير عام 2016 ميلاديا، وذلك بتكلفة 60 مليون جنيه بسعة 88 سرير. 3 تطوير مستشفى العياط المركزي بمحافظة الجيزة، تم إنشاء مركز طوارئ العياط المركزي في مارس عام 2016 ميلاديا، وذلك بتكلفة إنشائية بلغت 9 مليون و600 ألف جنيه، وتبلغ الطاقة السريرية 88 سرير. 4 المرحلة الأولى والثانية من تطوير مستشفى الخزندار العام بمحافظة القاهرة، تم تطويرها في مارس عام 2016 ميلاديا، وذلك بتكلفة 14 مليون جنيه. 5 إنشاء مركز علاج الفيروسات الكبدية
مستشفى حميات الأقصر. تم إنشاء المركز بمحافظة الأقصر في يونيو عام 2016 ميلاديا، وذلك بتكلفة 26 مليون جنيه. 6. تطوير مبنى العيادات الخارجية لمستشفى جامعة جنوب الوادي، تم تطويرها في يوليو عام 2016 ميلاديا، وذلك بتكلفة 490 مليون جنيه. 7. إنشاء مستشفى معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، أنشأت في أكتوبر عام 2016 ميلاديا، وذلك بتكلفة 570 مليون جنيه، وتقام على مساحة 3300 متر مربع، ويتكون من دور أرضي وثمان طوابق علوية مقامة على 4 فواصل بطاقة 390 سريرا. 8. إنشاء مركز طوارئ كفر سعد بدمياط. تم إنشاء المركز بمحافظة دمياط في ديسمبر عام 2016 ميلاديا، وذلك بتكلفة 26 مليون جنيه. 9. إنشاء مستشفى نخل المركزي الجديد بمحافظة شمال سيناء، انشأت في ديسمبر عام 2016 ميلاديا، وذلك بتكلفة 181 مليون و103 ألف جنيه. تقع المستشفى في وسط مدينة نخل بشمال سيناء، وتكون المستشفى من مبنى مجهز بطاقة 67 سريرا بقسم الاستقبال والطوارئ، و23 سريرا بالقسم الداخلي، و26 سريرا عناية مركزة، و8 حضانات، و4 أسرة عناية أطفال، و5 غرف عمليات. 10. تطوير المرحلة الرابعة للمجمع الطبي بكبر القبة. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الرابعة لأعمال تطوير والتحديث للمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبر القبة في ديسمبر عام 2016 ميلاديا، وذلك بتكلفة 327 مليون جنيه. 4. المشروعات الصحية التي تم تنفيذها سنة 2017 ميلاديا. 1. إنشاء مستشفى أسوان التخصصي، أنشأت في يناير عام 2017 ميلاديا، وذلك بتكلفة 169 مليون جنيه. 2. تطوير معهد القلب القومي بالجيزة، افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير معهد القلب القومي عبر الفيديو كونفرنس في إبريل عام 2017 ميلاديا، وذلك بتكلفة 88 مليون جنيه. 3. مركز أورام مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أنشأ في مايو عام 2017 ميلاديا، وذلك بتكلفة 75 مليون جنيه. ويعتبر المركز أكبر وأول صرح طبي يوفر خدمات علاج الأورام السرطانية 60 مليون مصري. 4. تدشين 300 سيارة إسعاف جديدة على مستوى الجمهورية. تم تدشين 300 سيارة إسعاف جديدة على مستوى الجمهورية في مايو عام 2017 ميلاديا. 5. إنشاء مركز علاج الأورام بالمستشفى الجوي التخصصي، أنشأ في مايو عام 2017 ميلاديا. 6. تطوير مستشفى الفيوم للتأمين الصحي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير مستشفى الفيوم للتأمين الصحي عبر الفيديو كونفرنس في مايو عام 2017 ميلاديا، ويشمل التطوير 12 سريرا بالاستقبال و15 رعاية و13 حضانة للأطفال و40 للغسيل الكلوي و15 سريرا للعمليات. 7. تطوير المعهد القومي للتدريب بالعباسية بمحافظة القاهرة، تم تطويره في مايو عام 2017 ميلاديا، ويضم المعهد 12 قاعة ومكتبة وفندقا جديدا ومعمل للحاسب الآلي. 8. إنشاء مستشفى النساء والولادة التخصصي ببورسعيد، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشفى المصح بحري للنساء والولادة التخصصي عبر الفيديو كونفرنس في مايو عام 2017 ميلاديا، وذلك بتكلفة 50 مليون جنيه، وتضم المستشفى 79 سرير، 15 حضانة، و8 أسرة عناية مركزة، و6 أسرة عناية متوسطة. 9.
إنشاء مستشفى القصير المركزي بمحافظة البحر الأحمر. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشفى القصير المركزي بمحافظة البحر الأحمر عبر الفيديو كونفرنس في مايو عام 2017 ميلاديا، وذلك بتكلفة 53 مليون جنيه. وتضم المستشفى 67 سريرا للإقامة واستقبال وطوارئ، وتسع عيادات خارجية، واثنين غرفة عمليات، وثمان أسرة عناية مركزة، وسبع غسيل كلوي. 10. إنشاء مستشفى الشلاتين المركزي محافظة البحر الأحمر، انشأت في مايو عام 2017 ميلاديا، وذلك بتكلفة 122 مليون جنيه، وتضم 40 سريرا وثلاث غرف للعمليات وغرفة عناية مركزة. 11. تطوير مستشفى العزازي للصحة النفسية بمحافظة الشرقية. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشفى العزازي للصحة النفسية بمحافظة الشرقية عبر الفيديو كونفرنس في مايو عام 2017 ميلاديا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 350 سريرا. 12. إنشاء مستشفى قفر سعد بمحافظة دمياط. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشفى قفر سعد بمحافظة دمياط عبر الفيديو كونفرنس في مايو عام 2017 ميلاديا، وتبلغ طاقة المستشفى 59 سريرا. 13. إنشاء المستشفى العسكري بدمياط الجديدة، انشأت في مايو عام 2017 ميلاديا على مساحة 20 ألف متر مربع وبطاقة 200 سرير. 14. إنشاء مستشفى النجيل المركزي بمطروح، انشأت في يونيو عام 2017 ميلاديا، وذلك بتكلفة 109 مليون جنيه. تتكون المستشفى من 43 سرير وقسم الاستقبال والطوارئ وخمس عيادات خارجية، بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلوي المكون من 5 ماكينة. 15. إنشاء مركز علاج أمراض الكبد منطقة دنشال بالبحيرة، أنشأ في يونيو عام 2017 ميلاديا، وذلك بتكلفة 22 مليون جنيه. 16. إنشاء مستشفى سيدي غازي المركزي بمحافظة كفر الشيخ. تم إنشاء المستشفى بمحافظة كفر الشيخ في سبتمبر عام 2017 ميلاديا بتكلفة 122 مليون 900 ألف جنيه. وتتكون المستشفى من 91 سرير وقسم الاستقبال والطوارئ وعدد 12 عيادة خارجية، بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلوي المكون من 27 ماكينة. 17. إنشاء مستشفى بئر العبد المركزي الجديدة بشمال سيناء، انشأت في ديسمبر عام 2017 ميلاديا، وذلك بتكلفة 189 مليون 570 ألف جنيه، ويبلغ عدد الأسرة 90 سريرا. 15. المشروعات الصحية التي تم تنفيذها سنة 2018 ميلاديا. 1. إنشاء مركز جراحات الكلى والمسالك البولية بجامعة سوهاج، انشأت في يناير عام 2018 ميلاديا، وذلك بتكلفة 150 مليون جنيه، ويضم 75 سرير. 2. إنشاء مستشفى الحروق بجامعة قناة السويس، انشأت في يناير عام 2018 ميلاديا، وذلك بتكلفة 175 مليون جنيه، وتضم 16 سريرا، وانشأت لخدمة مرضى الحروق بالإسماعيلية ومنطقة القناة. 3. إنشاء مستشفى الأمير مصطفى حسن بجامعة الفيوم، انشأت في يناير عام 2018 ميلاديا، وذلك بتكلفة 60 مليون جنيه، وعلى مساحة 730 متر مربع وبسعة 200 سرير. 4. إنشاء مستشفى 185 قصر العيني للحوادث والحروق بالقاهرة، انشأت في يناير عام 2018 ميلاديا، وذلك بتكلفة 169 مليون جنيه وبسعة 400 سرير. 5. إنشاء معمل لتحليل الأغذية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، أنشأ في يناير عام 2018 ميلاديا. 6. إنشاء مستشفى الكلى وزرع الكبد بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، أنشأت في يناير عام 2018 ميلاديا،
وهي تعتبر أكبر وحدة غسيل دموي على مساحة 2000 متر مربع بطاقة 80 ماكينة من أحدث وحدات الاستسقاء الدموي. 7. إنشاء مستشفى الأورام وأمراض الدم بالمجمع الطبي للقوات المسلحة. انشأت في يناير عام 2018 ميلاديا بسعة 400 سرير، وتضم 20 عيادة لأمراض الدم والأورام. 8. تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح أعمال الإنشاء والتطوير بالمجمع الطبي للقوات المسلحة ورفع كفاءته في يناير عام 2018 ميلاديا. وتضمنت أعمال تطوير المجمع الطبي بالمعادي إنشاء مركز الغسيل الكلوي على مساحة 2000 متر مربع، ويعد من أكبر المراكز في مصر من حيث المساحة. 9. تطوير بنك الدم بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي. تم تطويرها في يناير عام 2018 ميلاديا، وذلك عبر توفير نظام آمن لنقل الدم مشتقاته طاقة 1500 كيس دم و1800 كيس بلازما شهريا. 10. إنشاء مستشفى 15 مايو بالقاهرة. انشأت في يناير عام 2018 ميلاديا، وذلك بتكلفة 667 مليون و300 ألف جنيه، وبسعة عدد 141 سريرا للقسم الداخلي و26 سريرا لاستقبال الحالات الطارئة والحرجة، هذا بالإضافة لعدد 22 سريرا مخصصين لأقسام الرعاية المركزة. 11. إنشاء مستشفى الصف المركزي بمحافظة الجيزة. إنشأت في فبراير عام 2018 ميلاديا، وذلك بتكلفة 65 مليون جنيه وبسعة 91 سريرا. 12. إنشاء مستشفى أرمنت المركزي بمحافظة الأقصر. انشأت في مايو عام 2018 ميلاديا، وذلك بتكلفة 140 مليون جنيه وبسعة 212 سريرا، وتقع المستشفي على مساحة 3.5 فدان. 13. انشاء مبنى الاستقبال والطوارئ بجامعة المنيا. انشأت في يونيو عام 2018 ميلاديا، وذلك بتكلفة 30 مليون جنيه ويضم 400 سرير. 14. تطوير معهد بحوث أمراض العيون. تم تطويرها في يونيو عام 2018 ميلاديا، وذلك بتكلفة 80 مليون جنيه. 15. الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما يتضمن إنشاء 12 مركزا بمحافظات الجمهورية في يوليو عام 2018 ميلاديا، بعد تجهيزها وفقا للمعايير العالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتكلفة 89 مليون جنيه. 16. إنشاء عيادات بالمحافظات المختلفة تهدف إلى الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات العلاجية المتكاملة للمواطنين، وبتكلفة 60 مليون و900 ألف جنيه. تم إنشاء عيادة أبو المطامير الشاملة وإنشاء عيادة شاملة بالحسانية وإنشاء عيادة القرين وإنشاء عيادة أهناسيا ببني سويف، وذلك في أغسطس عام 2018 ميلاديا. 17. تطوير المعهد التذكاري للأبحاث الرمادية بالجيزة. تم تطويرها في سبتمبر عام 2018 ميلاديا، ويخدم المعهد 250 ألف مريض سنويا. 18. إنشاء مستشفى المنوفية العسكري. أنشأ في سبتمبر عام 2018 ميلاديا بتكلفة 140 مليون جنيه بسعة 200 سرير، وتم إنشائها على مساحة 4.2 فدان. 19. إنشاء مستشفى قرلين المركزي بكفر الشيخ. أنشأ في ديسمبر عام 2018 ميلاديا، وذلك بتكلفة 140 مليون 912 ألف جنيه. 6. المشروعات الصحية التي تم تنفيذها سنة 2019 ميلاديا. 1. إنشاء مستشفى البطنة التعليمي بجامعة الفيوم. أنشأ في يناير عام 2019 ميلاديا،
وذلك بتكلفة 250 مليون جنيه. 2. إنشاء مستشفى جامعة طنطا التعليمي بالغربية، أنشأ في يناير عام 2019 ميلاديا، ويعد أكبر صرح طبي بوسط الدلتا، وذلك بتكلفة 2.5 مليار جنيه، حيث أقيم على مساحة 19,000 متر مربع وبسعة 465 سرير، قابلة للزيادة ل1,000 سرير. 3. إنشاء مركز جراحة القلب ومرحقاته بجامعة أسيوط، أنشأت في يناير عام 2019 ميلاديا، وذلك بتكلفة 115 مليون جنيه، ويهدف إلى تقديم كافة الخدمات الطبية والجراحية لمرضى القلب في صعيد مصر. 4. إنشاء مستشفى العديسات بالأقصر، أنشأت في مايو عام 2019 ميلاديا، وذلك بتكلفة 777 مليون و700 ألف جنيه، وبسعة 52 سرير وعدد 14 عيادة خارجية. 5. إنشاء مستشفى برج العرب الجامعي، أنشأت في مايو عام 2019 ميلاديا، وذلك بتكلفة 350 مليون جنيه وبسعة 450 سرير لعلاج أورام الأطفال. وتعد مستشفى برج العرب الجامعي أحد المستشفيات الجامعية التابعة لكلية طب الإسكندرية. 6. إنشاء مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، أنشأت في مايو عام 2019 ميلاديا، وذلك بتكلفة 899 مليون و800 ألف جنيه وبسعة 180 سرير، وتتكون المستشفى من 18 عيادة خارجية. 7. إنشاء مستشفى إسنا التخصصي بالأقصر، أنشأت في مايو عام 2019 ميلاديا، وذلك بتكلفة 1 مليار جنيه وبسعة 196 سرير، وتتكون المستشفى من 13 عيادة خارجية. 8. إنشاء وحدة صحية في محافظة أسوان، تم إنشاء وحدة صحية في أسوان في يونيو عام 2019 ميلاديا، بتكلفة إنشائية قدرها 2 مليون جنيه. 9. إنشاء وحدة صحية بمحافظة قنا، تم إنشاء وحدة صحية في قنا في يونيو عام 2019 ميلاديا، وذلك بتكلفة إنشائية قدرها 2 مليون و300 ألف جنيه. 10. إنشاء وحدة صحية بمحافظة سوهاج، تم إنشاء وحدة صحية في محافظة سوهاج في يونيو عام 2019 ميلاديا، بتكلفة إنشائية قدرها 2 مليون و600 ألف جنيه. 11. إنشاء وحدة صحية بمحافظة الشرقية، تم إنشاء وحدة صحية في الشرقية في يونيو عام 2019 ميلاديا، بتكلفة إنشائية قدرها 3 مليون جنيه. 12. إنشاء وحدة صحية بمحافظة كفر الشيخ، تم إنشاء وحدتين صحيتين بمحافظة كفر الشيخ في يونيو عام 2019 ميلاديا، بتكلفة إنشائية قدرها 4 مليون و500 ألف جنيه. 13. إنشاء وحدات صحية بمحافظة الدقهلية، تم إنشاء وحدتين صحيتين بمحافظة الدقهلية في يونيو عام 2019 ميلاديا، بتكلفة إنشائية قدرها 7 مليون و800 ألف جنيه. 14. إنشاء وحدات صحية بمحافظة الوادي الجديد، تم إنشاء 3 وحدات صحية بمحافظة الوادي الجديد في يونيو عام 2019 ميلاديا، بتكلفة إنشائية قدرها 4 مليون و100 ألف جنيه. 15. إنشاء وحدات صحية بمحافظة المنيا، تم إنشاء 5 وحدات صحية بمحافظة المنيا في يونيو عام 2019 ميلاديا، بتكلفة إنشائية قدرها 7 مليون و150 ألف جنيه. 16. إنشاء وحدات ومراكز صحية بمحافظة بورسعيد، تم إنشاء 19 وحدة صحية و10 مراكز صحية بمحافظة بورسعيد في يونيو عام 2019 ميلاديا، بتكلفة إنشائية قدرها 394 مليون و332 ألف جنيه. 17. تطوير مستشفى الزهور النموذجي ببورسعيد، قامت وزارة الصحة بتحويل مستشفى الزهور المركزي إلى مستشفى نموذجي
وذلك في أغسطس عام 2019 ميلاديا بتكلفة 109,709,000 جنيه. 18. تطوير مستشفى الحياة ببورفؤاد محافظة بورسعيد، تم تطويرها في سبتمبر عام 2019 ميلاديا بتكلفة 239,482,000 جنيه. 19. إنشاء أقسام بمستشفى الصدر الجامعي بطنطا، تم إنشاء أقسام بمستشفى الصدر الجامعي بطنطا في سبتمبر عام 2019 ميلاديا بتكلفة 61,000,000 جنيه، وتكون من 6 طوابق، بطاقة سريرية 115 سرير. 20. تدشين المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر عام 2019 ميلاديا تدشين المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأمين الصحي، وذلك للقضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. وتعتبر محافظة بورسعيد أول محافظة طبقت نظام التأمين الصحي الشامل. تتضمن المرحلة الأولى المشروع القومي للتأمين الصحي محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان. 21. إنشاء المجمع الطبي التابع لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، انشأت في ديسمبر عام 2019 ميلاديا على مساحة 51,000 متر مربع بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وسعة المجمع 294 سرير. 22. إنشاء مستشفى الأرمان الجامعي للقلب بأسيوط، انشأت في ديسمبر عام 2019 ميلاديا وذلك بتكلفة 188,000,000 جنيه. ويعتبر مستشفى الأرمان الجامعي بجامعة أسيوط أكبر مستشفى متخصص في صعيد مصر في أمراض القلب والأوعية الدموية وجراحات القلب مختلف أنواعها. وتكون المستشفى من جناحين، كل جناح يحتوي على 8 طوابق بإجمالي مساحة 3,400 متر مربع، ويضم المستشفى 450 سرير. 7. المشروعات الصحية التي تم تنفيذها سنة 2020 ميلاديا. 1. إنشاء مستشفى بدر بجامعة حلوان، انشأت في يناير عام 2020 ميلاديا وذلك بتكلفة 312,000,000 جنيه، وتقع على طريق القاهرة السويس على بعد 46 كيلومتر من القاهرة، وتخدم المستشفى نحو 100,000 نسمة من سكان مدينة بدر وبسعة 100 سرير. 2. إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا، انشأت في يناير عام 2020 ميلاديا وذلك بتكلفة 350,000,000 جنيه، وبمساحة إجمالية 1,112.5 متر مربع وبسعة 109 سرير. 3. إنشاء مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، انشأت في يناير عام 2020 ميلاديا وذلك بتكلفة 250,000,000 جنيه على مساحة 1,500 متر مربع وبسعة 450 سرير، ويتكون من 6 غرف غسيل و6 غرف عمليات و9 غرف عزل. 4. إنشاء مستشفى برنيس العسكري بالبحر الأحمر، انشأت في يناير عام 2020 ميلاديا ويضم مستشفى برنيس العسكري 50 سرير. 5. إنشاء مستشفى قوم حمادة بمحافظة البحيرة، انشأت فبراير عام 2020 ميلاديا وذلك بتكلفة 776.3 مليون جنيه. تتكون المستشفى من 165 سرير و20 سرير عناية مركزة و47 ماكينة غسيل كلوي و31 حضانة و7 غرف عمليات. 6. مبادرة الصحة النفسية وعلاج الأدمان، اطلقت في مارس عام 2020 ميلاديا وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 181,000,000 جنيه، ويهدف إلى تقديم خدمات في مجال التأهيل النفسي للمتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع وإعلاء قيمة العمل. 7. دعم الألبان والأدوية المستوردة، أطلقت المبادرة في مارس عام 2020 ميلاديا وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 3,796,800,000 جنيه،
ويهدف لتوفير الألبان الصناعية الخاصة بالأطفال، حديث الولادة، وألبان أمراض التمثيل الغذائي. 8. برنامج تنظيم الأسرة أطلق في مارس عام 2020 ميلاديا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج 1 مليار و2 مليون جنيه. ويهدف البرنامج القومي لتنظيم الأسرة لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل، من خلال رفع وعي الأسر المستهدفة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة. 9. مبادرة شراء الموحد للأدوية أطلقت المبادرة في مارس عام 2020 ميلاديا، وتبلغ التكلفة الإجمالية 8.3 مليار جنيه. وتهدف المبادرة شراء المستلزمات الطبية وتوطين صناعات الدواء العالمية في مصر. 10. إنشاء مستشفى الأمراض المعدية والمتوطنة بجامعة القاهرة، أنشأت في إبريل عام 2020 ميلاديا، وذلك بتكلفة 350 مليون جنيه، وتبلغ مساحتها 7300 متر مربع، تضم 35 سريرا و20 عيادة خارجية مربعا، وهو أول معهد بحثي وعلاجي في مصر والشرق الأوسط يتبع لكلية الطب لتقديم الخدمة الطبية الصحية في مجال تشخيص وعلاج الأمراض المتوطنة. 11. مبادرة إنهاء قوائم الانتظار أطلقت المبادرة في إبريل عام 2020 ميلاديا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبادرة 7 مليار و392 مليون جنيه. وتهدف المبادرة للقضاء على قوائم الجراحات، واستهدفت 9 تخصصات طبية حرجة. 12. إنشاء مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، انشأت في إبريل عام 2020 ميلاديا، وذلك بتكلفة 400 مليون جنيه، ويهدف للنهوض بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين واستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات في جراحات القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية. 13. إنشاء مراكز جراحات الكلى بمستشفى الإسماعيلية العام، انشأت في يونيو عام 2020 ميلاديا، وذلك بتكلفة 176 مليون جنيه بسعة 25 سريرا، ويضم المركز 8 أسرة عناية مركزة وغرفتي عمليات و80 مخرجا للكلى الصناعية. 14. إنشاء مجمع المستشفيات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض، انشأت في يونيو عام 2020 ميلاديا، وذلك بتكلفة 176 مليون جنيه وبسعة 4000 سرير، وذلك لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد وتقديم خدمة طبية متميزة. 15. تطوير مستشفى القرنق الدولي بمحافظة الأقصر، تم تطويرها في أغسطس عام 2020 ميلاديا وبسعة 166 سريرا. 16. تطوير مستشفى أبو رديس المركزي بمحافظة جنوب سيناء، تم تطويرها في سبتمبر عام 2020 ميلاديا، وذلك بتكلفة 196 مليون و600 ألف جنيه وبسعة 33 سريرا. 17. تطوير مستشفى أبو تيجي النموذجي بأسيوط، تم تطويرها في سبتمبر عام 2020 ميلاديا، وذلك بتكلفة 478 مليون و900 ألف جنيه وبسعة 142 سرير و17 عيادة خارجية. تتكون المستشفى من 5 طوابق. 18. مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي أطلقت المبادرة في سبتمبر عام 2020 ميلاديا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبادرة 1.9 مليار جنيه. وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن. 8. المشروعات الصحية التي تم تنفيذها سنة 2021 ميلاديا. 1. افتتاح مركز العزيمة لعلاج الإدمان ببور فؤاد، افتتح في فبراير عام 2021 ميلاديا، وذلك على مساحة 4500 متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 سرير، ويستهدف 6000 مريض سنويا، وهو أول مركز يقدم الخدمات التأهيلية لمرضى الإدمان بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
2- افتتاح مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمطروح، افتتح في فبراير عام 2021 ميلاديا، وذلك على مساحة 8000 متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 135 سرير، ويستهدف 12000 مريض سنويا، وهو أول مركز يقدم الخدمات التأهيلية لمرضى الإدمان بمختلف محافظات مطروح الإسكندرية. 3- افتتاح مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالبحر الأحمر، افتتح في فبراير عام 2021 ميلاديا، وذلك على مساحة 4000 متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 96 سرير، ويستهدف 17000 مريض سنويا، وهو أول مركز يقدم الخدمات التأهيلية لمرضى الإدمان بمحافظات البحر الأحمر وقنا والأقصر. 4- افتتاح مستشفى الياسمين غرب العاصمة الإدارية، افتتحت في فبراير عام 2021 ميلاديا، وذلك على مساحة 7 أفدنة وبسعة 200 سرير، وتتكون المستشفى من بدروم ودور أرضي وأربع أدوار متكررة. 5- افتتاح مستشفى نرجس غرب العاصمة الإدارية، افتتحت في فبراير عام 2021 ميلاديا، وذلك على مساحة 12 فدان وبسعة 200 سرير، تتكون المستشفى من بدروم ودور أرضي وأربع أدوار متكررة. 6- افتتاح مستشفى دمنهور العسكري بمحافظة البحيرة، افتتحت في فبراير عام 2021 ميلاديا، وذلك بتكلفة 326 مليون جنيه، على مساحة 4.5 فدان وبسعة 118 سرير، تتكون المستشفى من دور أرضي وأول ودور متكرر. 7- افتتاح مستشفى الزقازيق العسكري بمحافظة الشرقية، افتتحت في فبراير عام 2021 ميلاديا، وذلك بتكلفة 510 مليون جنيه، على مساحة 5.6 فدان وبسعة 200 سرير، وتتكون المستشفى من بدروم ودور أرضي وأربع أدوار متكررة. 8- مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما بمنطقة الخنقة، افتتح في أبريل عام 2021 ميلاديا، وذلك على مساحة 180 ألف متر مربع، وتعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. 9- افتتاح المركز المتكامل لتجميع البلازما، افتتح في أكتوبر عام 2021 ميلاديا، وهو يعد أول مركز متكامل في أفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازما، والتي تم إنشائها في مدينة السادس من أكتوبر. 10- مستشفى كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، انشأت في ديسمبر عام 2021 ميلاديا، وذلك على مساحة 6100 متر مربع، وتضم 260 كرسي أسنان و12 غرفة أشعة أسنان و2 غرفة عمليات كاملة التجهيزات. 11- مستشفى سمرلوط النموذجي بمحافظة المنيا، انشأت المستشفى في ديسمبر عام 2021 ميلاديا، وذلك بتكلفة 250 مليون جنيه، ومقامة على مساحة 9630 متر مربع. 12- مستشفى القبض والجهاز الهضمي بجامعة المنيا، انشأت المستشفى في ديسمبر عام 2021 ميلاديا، وذلك على مساحة 2600 متر مربع وبسعة 206 سرير، ويعد طفرة في مجال تحسين الرعاية الصحية بالصعيد، وتكون المستشفى من 5 طوابق. 8- المشروعات الصحية التي تم تنفيذها سنة 2022 ميلاديا. 1- تطوير مستشفى الخنقة المركزي، الخنقة المركزي تم تطويرها في يناير عام 2022 ميلاديا، وذلك بتكلفة 139 مليون 436 ألف جنيه. 2- تطوير مستشفى حميات الغردقة، تم تطويرها في فبراير عام 2022 ميلاديا، وذلك بتكلفة 81 مليون جنيه. 3- مستشفى رمض المحلة، انشأت في ابريل عام 2022 ميلاديا، وذلك بتكلفة 120 مليون 281 ألف جنيه، وتحتوي على عدد 33 سرير إقامة و
واثنين سرير عناية واثنين سرير إفاقة وحداشر عيادة خارجية. وتعد مستشفى الرمد المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من أكبر مستشفيات علاج الرمد على مستوى الجمهورية. 4. مستشفى العاشر من رمضان الجامعي انشأت في يوليو عام 2022 ميلاديا. وتكون المستشفى من مبنى رئيسي به 5 أدوار ومسطح أرضي 4500 متر مربع وإجمالي المساحة 23000 متر مربع. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمبنى الرئيسي بالمستشفى 60 سرير عناية مركزة و30 حضانة أطفال و30 سرير غسيل كلوي. 5. تطوير المستشفى العسكري العام للعائلات بغمرة. تم رفع كفاءة تطوير المستشفى العسكري العام للعائلات بغمرة وفقا لأحدث التقنيات الطبية العالمية في سبتمبر عام 2022 ميلاديا. 6. افتتاح مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة. تم افتتاح مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة بمنطقة ألمازة لعلاج المرضى المدنيين في اكتوبر عام 2022 ميلاديا. 9. المشروعات الصحية التي تم تنفيذها سنة 2023 ميلاديا. 1. مستشفى سوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة انشأت في يناير عام 2023 ميلاديا وذلك على مساحة 35923 متر مربع وبسعة 300 سرير. 2. تطوير مستشفى أهناسيا المركزي تم تطويرها في سبتمبر عام 2023 ميلاديا وذلك على مساحة 16800 متر مربع وتضم 174 سرير منهم 38 غسيل كلوي و18 سرير رعاية. تتكون من 6 مباني. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة العالمي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.